ينضم إلينا من بيروت خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني. صباح الخير أيمن وأهلا وسهلا فيك. بداية نبدأ معك من السؤال الأبرز والرئيسي، لماذا تقوم شركة فيسبوك اليوم بالتراجع عن قراراتها بشأن يعني الخصوصية وحماية الخصوصية؟ هلا هي فيسبوك يعني لما اشترت واتساب من سنتين بقيمه 16 مليار دولار، يعني في عندها هدف معين توصل له كمان، وكان كمان قبلها بسنتين بال 2012 فيسبوك اشترت انستغرام بتقريبا مليار دولار. وباخر سنتين عم نشوف نحن فيسبوك عم نجرب انه يكون في تقريب لهيدي العائله من التطبيقات. فلما أقول تقريب يعني كمعلومات الأشخاص اللي موجودة بإنستغرام وواتساب وفيسبوك يكونوا أقرب من بعض، لأنه هو الشخص نفسه عم بيكون موجود على هالتطبيقات المختلفة. وكمان تقريبا من جهة يعني إذا واحد بيعمل دعاية معينة يعني الآلية الدعائية كمان تقريبا سوا. فمنشوف نحن هلا بالتطوير الجديد اللي صاير معنا هلا اليوم انه يعني اذا حدا نحن مستخدم واتساب، يعني الرقم اللي بنستعمله نحن على واتساب هذا رح يكون موصول بفيسبوك، وكمان المعلومه اللي هو يعني اخر ظهور اليوم اللي بيكون موجود على واتساب، وهذا اخر ظهور اليوم مهم لانه نحن كاشخاص عم نستعمل واتساب كثير كل يوم كذا مره، ففي كمان فيهم يعرفوا كم مره نحن عم نمسك تليفون نستعمله وحتى من 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 معلومه اخر ظهور. واذا بنشوف نحن المردود المالي تبع فيسبوك كل 3 اشهر صافي ارباح فيسبوك ملياري دولار امريكي، هذا عم يجي من 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 الدعايات، لانه عم يقدروا يعطوا المؤسسات التجارية قدرة دعائية كتير كبيرة، يقدروا يوصلوا للناس حسب الفئة العمرية وحسب رقم تليفونهم حسب بأي منطقة هني توصل دعاية معينة. وهذه المؤسسات التجارية عم تستفيد أكتر وأكتر، لأنه كل ما كون هالقوة الدعائية أحسن كل ما تحط هني يعني مصاري أكتر بالدعايات أكتر. من هيك عم نشوف إنه تقريب يعني المعلومات من فيسبوك وواتساب وإنستغرام سوا عم بيفيد مؤسسة فيسبوك والقدرة الدعائية. طيب ما في سلطة أصبحت لمؤسسات قد تفوق قدرتها قدرة هذه الشركات أيمن؟ يعني المعرفة هي قوة، الآن أصبح الوضع المالي الوضع الاقتصادي لمؤسسة معينة يفوق قوة الدولة بشكل أو بآخر. اليوم كما ذكر التقرير المفوضية البريطانية لشؤون المعلومات تقول بأنها ستتأكد من أن هذه الشركات تعمل بشفافية، كيف؟ هلا يعني اول دور بالشفافيه يعني هذا الموضوع اللي عم نحكي نحن فيه هلا، انه واتساب يعني عم تعطي رقم تليفون لفيسبوك، عم بيكونوا واضحين مؤسسه واتساب مؤسسه فيسبوك انه حيصير في هالدمج بالمعلومات، مش انه صار بطريقه سريه بدون المعرفه. فهذا اول يعني اول دور بالشفافيه اللي عم تلعبه هيدي المؤسسات. دور ثاني كامل شفافيه، هلا نحن فينا كمستخدمين واتساب معنا 30 يوم لنقول نحن انه يعني مش حابين نعطي هالمعلومات من واتساب لفيسبوك. يعني هلا نحن يعني كمستخدمين فينا بقلب واتساب بالاعدادات فينا يعني فينا نوقف هيدي الدمج بين واتساب وفيسبوك. هذا النوع من الشفافيه يلي بيساعد شوي بهذا الموضوع. وكمان في شغله جرير بنخليها ببالنا، انه هيدي المؤسسات ما عندها شيء نحن مش عاطينهم اياه، يعني نحن عم نعطي فيسبوك صورنا الفيديوهات عم نخبره نحن مين اصحابنا، على واتساب نحن عم نستعمل يعني هالمعلومات. طيب يعني على انستغرام عم نطلع ظالمينهم عم نعطيهم. هل نحن نظلمهم يعني أيمن؟ لا ما كان قصدي هيك جرير يعني. بس القصدي يقولوا انه يعني نحن بدنا نعمل على حالنا يكون عندنا وعي خاص على هيدي المعلومات اللي بنعطيها، لنعرف انه انا بس طلع هيدي الصوره او لما طلع هذا الفيديو على التطبيق عم بعطي للمؤسسه والدعايه التجاريه والناس كلها عم تقدر تشوف هالمعلومات اللي انا عم بعطيها. فانا بدي اكون واعي هالمعلومه اللي عم طلعها كيف بدها توصل، لانه هيدي منا بس لاصحابي، هيدي في يعني آليات وراها. تعرفي ميشيل، احد الفيديوهات الذي انتشر ايضا كثيرا مؤخرا فيديو اعتقد انه في لبنان، احد الاشخاص يذهب الى الناس هو يشاهدهم على فيسبوك لا يعرفهم وبيبدا يتكلم معهم على اساس انه ما يتذكروه، انه بيحكي لهم انت فلان تعمل المكان الفلاني انا كنت معك ما عم تتذكرني. كم المعلومات اللي عم نعطيه من دون ما نعرف هو هائل. انا صراحه حذره كثيرا بهذا الاطار، يعني
كما تحدثت أيمن، مش يعني الكل بيعرفك، ما في مشكلة. لا لا الكل يعرفني، لكن هنالك خصوصية يعني يجب أن لا تخترق، خاصة يعني متى ظهرت آخر ظهور لك على السوشيال ميديا ورقم الهاتف، يعني هل اليوم ما عندك مشكلة، ولكن هل سيتم مثلا إشراك رقم الهاتف على الفيسبوك وسيكون هنالك ما بعرف أكسس أو وصول للمعلومات من جميع المستخدمين لرقم الهاتف وإلى ما هنالك من معلومات؟ يعني أنا هون في أنا شئين معيني، مثلا أنا هلا لما إذا عندي بدي أتصل بالبنك والبنك بيسألني معلومات ليتأكد أنه أنا، بيسألني عادة عن معلومات موجودة كتير على فيسبوك موجود، يعني في حدا غيري تلفن على البنك يقول أنا أيمن وهالمعلومات، يعني البنك يعني عم بيسأل المعلومات اللي صارت متاحة موجودة هون، هيدي من جهة. من جهة تانية مثلا إذا بنحكي رقم التليفون كيف استعمله، يعني مثلا يعني إذا بنحكي على 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 الثياب يلي أنت لابسهم هلا جرير، بس تشتريهم المحل بياخذوا لك رقم التليفون إذا عندك مشكلة أو من شان SMS دعائي. في هيدي المؤسسة اللي اشتريت منها أنت التياب فيهم يعملوا دعايات هلأ على فيسبوك ويوصلوا لك، يعني أنت بس تفتح الفيسبوك بتشوف بالتطبيق عندك محل التياب والتياب اللي أنت عادة بتحب تشتريها وهيك، هذا النوع الدعاية اللي حبتكون. فرقم التليفون اللي حيضل بيننا وبين المؤسسة فيسبوك واتساب ما حيكون مع الناس متاح للناس، والمؤسسة التجارية فيها توصلنا عن طريقه بالدعايات، بس مش يعني رقم تليفونه رح ينتشر وين ما كان. طيب وماذا عن تطبيق لايف ستيج، هذا التطبيق الجديد الذي أيضا تم إطلاقه اليوم، هل نحن بحاجة لمزيد من التطبيقات أيمن؟ يعني هلا بنشوف نحن يعني كاستعمال الفيديو بفيسبوك وبانستغرام بسناب شات وحتى بتويتر عم بيكون في استعمال كتير اكبر لاستعمال الفيديو، من هيك رح نشوف انه كل هالمؤسسات عم بتلاقي طرق احسن للاستفاده من الفيديو، ونحن الفيديو صار في انتشار اكثر لانه الهواتف المحموله تبعونا ككاميرا عم بتكون كاميرا ممتازه من شان الفيديو الموجود، وسرعه الانترنت على تليفوننا عم بتكون اسرع من ما كانت قبل، وتكلفة الانترنت عم بتكون أقل لهيدي السرعة الأحسن، من شان هيك عم بيكون في انتشار كتير أكبر للفيديو. طيب ولكن لماذا فيسبوك تطلق اليوم تطبيق يشبه الانستغرام؟ ما الانستغرام أيضا اليوم بات يتيح إطلاق الفيديو على الستوريز أو على القصص اليومية والفيديو العادية؟ يلي فيسبوك عم جرب تعمله هو عن طريق انستغرام وواتساب وفيسبوك، حتى عندها لايف فيديو، عندها كذا تنويع، عندها كذا نوع من انواع الفيديو يلي عم بيعملوه، هن عم بيدرسوا المعلومات اللي عندهم اياها هن يلي بهالتطبيقات، المعين عم يشوفوا في حركه معينه من فئه عمريه من تطبيقات من فيديوز من 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 مضمون معين، وعم بيحاولوا يخلقوا خدمات جديده ليكون في هالفئات العمريه المعينه عم تتواصل معهم عم تتفاعل بهالتطبيقات، وبيجربوها على فتره، اذا لقوا انه ناجحه بيطوروها بيخلوها، اذا لقوها ما ناجحه بيوقفوها. يعني في كثير تطبيقات فيسبوك عملتها لقيت انه ما فيها نجاح كتير كبير كمان وقفتها، فهذا من النوع يلي بيسمح لفيسبوك تضل متطوره لقدام غير عن المؤسسات الثانيه اللي بعدها محل ما هي. ايمن شكرا جزيلا لك من بيروت خبير تقنيه المعلومات.